هنبتدي معاكم تفاصيل اخبارنا من الاهرام اللي قالت ان عكس اللي كان بيتوقعه البعض بدا الاوروبياني مارتن لاسارت المدير الفني الجديد للفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي يوم الاول في تمارين النادي الاهلي بوجه صارم وجديه كبيره. عقد لاسارت جلسه مع معاونيه وعبد الحفيظ في مكتب مدير الكوره في التتش واستمرت الجلسه لمده 3 ساعات تقريبا واستمع فيها الاجوبه واضحه لاكثر من 35 سؤال عدها في ورق خاص او بتخص طبعا نتائج المباريات اللي شاهدها في الفتره اللي فاتت للفريق وكمان بناء طبعا على اللي سمعه من الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للنادي الاهلي ودار اتصال تليفوني مطول ما بين لاسارتي وكارتيرون وناقش المدرب الجديد قيد اللعيبه الجداد مع عبد الحفيظ ورؤيته للعناصر اللي بيفكر في خروجها على سبيل الاعاره في فتره الانتقالات الشتويه وطبعا بيبذل عبد الحفيظ جهود كبيره جدا للحصول على البطاقه الدوليه للانجولي جيرالدو ولرمضان صبحي عشان يقيدهم في قائمه الفريق وطبعا يقدروا ان هم يشاركوا في مباراه بيراميدز في مواجهه يوم الجمعه اللي جايه. عقد لاسارتي جلسه مع اللعيبه قبل التمرين وعرض فيها طريقه عمل وطريقه الخطه اللي هيشتغل بيها وانه مش بيقبل بالتهاون او بالاستهتار في المباريات. ومن ناحيه ثانيه عقد كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي جلسه مساء امس مع لاعب وسط الفريق صالح جمعه. شهدت الجلسه دي تشديد الخطيب على صالح جمعه بالالتزام الكامل خلال الفتره اللي جايه وان اي تقصير او اي مشكلة هتصدر منه هيرحل عن النادي لا محالة.